اسمح لي أن نشرك أيضاً معنا في الحديث من الأردن المهندس بلال خالد الحفناوي، استشاري وخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة. سيد بلال، مرحباً بحضرتك. بداية، في أزمات كبيرة مرت بها قطاعات التكنولوجيا أو الشركات والمنصات التكنولوجية المختلفة، بداية من الاتهامات بانتهاك الخصوصية، اتهامات بحذف بعض المواقع أو بعض الحسابات حسب السياسات المختلفة لدول هذه الشركات، وانتهاء بمسألة التسريح للموظفين والمعاناة من هذا الركود الاقتصادي. هل هذه الأزمات تؤثر على عمل هذه الشركات في الفترة القادمة في رأيك؟ مساء الخير، وشرفني أكون معكم مرة أخرى. موضوع الوضع العام لشركات الاتصالات بالعالم كلها تأثرت بسبب الركود الاقتصادي، بسبب ضعف شهية المستثمرين للاستثمار بقطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتيجة أن الأرباح قلت عن الأرباح المتوقعة خلال الفترات الماضية. إذا بدنا نرجع إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ، من بداية جائحة كورونا زادت استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، زادت أرباح هذه الشركات، تطورت خدماتها وزادت أرباح الشركات، وأصبح المستثمرين بانتظار رتم ثابت من الأرباح أو معدل ثابت من الأرباح. لكن تفاجأوا في الربع الثالث من عام 2022 أن الأرباح قلت مقارنة بالتوقعات وأصبحت في تناقص. حتى نكون عادلين في المقارنة، يجب أن نقارن ما قبل فترة كورونا بالفترة الحالية. يجب اعتبار فترة كورونا هي فترة استثنائية وليست فترة طبيعية. مجرد الأرباح الخيالية اللي أصبحت فيها الشركات، واستثمرت الكثير هذه الشركات في الموظفين وتوسعت دائرة الأعمال، وأصبحت عندها اهتمامات بالتوظيف بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد خلال فترة الكورونا. لكن بعد انتهاء الجائحة عادت الكثير من الأعمال إلى الوضع الطبيعي، وتوقف العمل عن بعد، توقف التعليم عن بعد، وتوقفت أهمية المنصات وشبكات الاجتماع. خلال هذه الفترة أصبح الاستثمار في تناقص مقارنة بالفترة الماضية. تزامن عدة أسباب وعدة مشكلات في نفس الوقت. المشكلة الأولى هي مشكلة التسريح الموظفين ابتداء من الربع الثالث في عام 2022. يعني شركة جوجل سرحت 12,000 عامل، وشركة أمازون ومايكروسوفت مجتمعة سرحت أكثر من 28,000 عامل. إذا بدنا نقارن أو يعني نسمع رأي الشركات أو أصحاب الشركات، مثل ساندار بيتشاي اللي هو CEO في جوجل والرئيس التنفيذي، إنه بعول على التسريح المباشر في الولايات المتحدة مقابل دفع اللي هي الغرامة المفروضة على الشركات اللي هي 16 أسبوع عبارة عن فترة إنذار وإضافة الأسبوعين عن كل سنة أخرى أو سنة إضافية في الخدمة. الشركات أصبحت مهتمة في التسريح مقارنة بقلة الأرباح.